على انطلاقة الشوط السادس من أشواط هذه الأمسية، فتحت البوابات على بركة الله. شوط الميل وربع الميل، شوط الألفين متر المخصص للخيل العربية الأصيلة، تكافؤ من 70 إلى 90. لدينا 5 أسماء متنافسة في هذه الليلة، 5 أسماء متنافسة تبحث عن انتصار وتبحث عن تاريخ لها في سجلات بطولات هذا المهرجان الكبير. الانطلاقة بدأت مع ساوترنس الموري في المركز الأول في هذه الانطلاقة، ريسكي فال المركز الثاني من المسار الداخلي في هذه الكاميرا المواجهة مشاهدين الكرام. هنا ساوترنس الموري للمركز الأول بطول كامل بشعار اسطبل القلايل، هناك أيضا في المركز الثاني ريسكي فال بشعار اسطبل تميم العبد الكريم، هناك أيضا من المسار الخارجي وتابع علي المقام بشعار عادل المزروعي للمركز الثالث، مشاوري الخالدية بشعار خالدي بن مطلق بن مشرف في المركز الرابع، فيما المركز الخامس لبيد الخالدية بشعار مربط الأنصاري. 5 أسماء تتنافس في ليلة فرح، ليلة مطر، ليلة سعادة، الليلة الكبيرة لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي. هنا الاندفاع المثيرة لساوترنس الموري للمركز الأول ابن مهاب بطولين تقريبا الآن، ربما يعود ريسكي فال لهذه المنافسة، ربما أيضا تعود بقية الأسماء. المنعطف الأخير ربما هنا حسمت ما بين ساوترنس الموري وأيضا ريسكي فال من المسار الداخلي. منافسة ثنائية ثنائية في ليلة ماطرة، في ليلة كبيرة، الوفاء عنوانها الكبير. هنا ريسكي فال، ريسكي فال يتقدم من المسار الداخلي، يتقدم بشعار اسطبل تميم العبد الكريم، يوسع الفارق أكثر فأكثر، يوسع الفارق 2 3 أطوال 4 أطوال وأكثر ربما على خط النهاية. يصل ريسكي فال مسجلا الانتصار المميز، الانتصار الكبير في الليلة الكبيرة، تحضر الأسماء الكبيرة. ريسكي فال يسجل